شلونكم شباب؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله الجميع بخير. اللي ما مشترك بالقناة خليه يشترك، فعل الجرس، لايك، تعليق، واشتركوا شباب بالقناة الاحتياطية بصفحة الفيسبوك، دا انشر عليها بالانستغرام. طبعا اليوم اسولف لكم موضوع، حتى اريد اعرف هاي العالم شنو من نفسية شايلة. يعني والله اكو تصرفات صدق حساسة اسولف لكم. طبعا نظفت السطح، وضعت الولد ما اجى البارحة، والله كملناه كله، نزلت القواني، وقت بس عندي ذني كم شغلة هنا ملافن، حتى الجو نظفته. خل طير ذني. اسولف لكم فالشغلة صارت البارحة. يعني والله اكو شغلات يعني صدق الصفن العالم هاي شبيهة والله ما اعرف. طبعا البارحة اتصل بيها ولد، راسلني على الفيسبوك، قبل طبعا على الصفحة الشخصية، شلون يا كم جيش اخبارك؟ قلت له حبيبي، قال لي لقيت الطير مالتك هذا الشتري، ظهر هو من المتابعين يعني، قال لي لقيته بجنباز. قلت له برحم الله ودك، قلت له خذ لي اياه وان شاء الله انا امر لك. قال لي لا حبيبي، انا هسه راح اخذه واجيب لك اياه واجي. قلت له ابا ما اريد ازحمك ما ادري شنو، خاب بعيد. قال لي لا قريب عليك، انا وين بيتكم. والد والله 10 دقائق خابرني، طلعت له بالدراجه، طلع لجاني بالدراجه، طلعت له باب البيت. والله طاني الشتري، قال لي ابا هذا الطير مالتك عمي، لقيته بالجنباز. قلت له ابا رحم الله والدك، مش يا بيش اخذته دار تنطيك حقه. قال لي لا والله ما يسوى، اخذته ب 3000 دينار يعني. بس ارد افتب يعني، اللي اخذ اللي باع للجنباز بيش باع؟ زين بيه رقم تليفون، ليش ما خابرت؟ مو تخابرني انطيك 10، انطيك 15، ومن حلال طيب يعني انطيك، مو هيجي. المهم والله قال لي والله اخذته ب 3000، وهذا عم طيرك ما اخذه، هذا اللي كامشه وذابه بالجنباز، قاصه جنحين. هسه راوكم يا طير فوق. طبعا ليش مطلع لين منتي خلصان اروح؟ هذا طاير 4 ايام بهالاجواء مال الصيف، طير ما منطر روحه، واقع لو على ماي لو على هاي، كله مطين الصاير بيطير، ومنتهي يعني مسوف خلصانه روحه. حتى اللي جاب لي قال لي انا عبالي راح يموت، قلت له لا ان شاء الله هسه انا اشتغل علاجات وارتبه، ارجع لي اخته وارجع يعني ارجع الوزن ماله. المهم بس اريد اعرف هذا اللي كمشه يعني بي رقم تليفون، اخابر على راعيه رجع حق العالم، احسن ما رايح بايع ب 3000 يعني. ابو الجنباز باع للولد ب 3000، العدو بيش بايع على ابو الجنباز يعني. فالتصرفات حلال حرام، طير انا تعبان عليه، وطير جاي مستوردهن ودا اجلدهن، وطير ضاع بالغلط، وانت ما مستفاد منه ولا تربي، وراح ذبيته بالجنباز. على الاقل خابه زين، بقي الحلقه مالته ما تتخابر، بقي الحلقه جوز ابو الجنباز يخابر الرجال على باب الحلقة شايلها وقاصة جنحين وشامرة بالجنباز. المهم والله الولد جاب ليها وجاب فحل ليها فيروز بوري، فحل حلو مرتب. قال لي يا بشوف ليها شنو هذا؟ قلت له هذا فيروز عاد، انا عمي كرامته بدال هذا اللي جاب ليها، لان رجال يعني قدر انه هذا الطير يعرف راعية، وهو مو ابو انا يعني، مو دخل بالموضوع. بس مع ذلك جاب لي الباب البيت، شلت انطيت طايره فيروز للفحل الفيروز، وان شاء الله يشوف خيره ويتوفق. الفكره شباب يعني انت تكمش طير وما تربي ذبه بالجنباز ب 2000، خابر على راعي يعني، هي ال 2000 دينار يعني شو تسوي لك؟ مو بس ال 2000، ال 2000 وال 10 وال 20 وال 100 ذا مال حرام، شو تسوي لك يعني؟ شو تخدمك بشنو؟ المهم هسه بس قلت اطير لكم البيض و انزل ان شاء الله العفو اصعد يم الفرخات اصور لكم اياه. الحمد لله يعني هنا تخرجت 6 فرخات، ضاعي منها 2، والحمد لله هاي 2 جبتهن، وهن يعني تواصلوا ويا العالم وفكيتهن والحمد لله. هسه عندي هاي ما شاء الله، هاي هذا فرخ همين شتري راح يطلع هسه،
هذا ابو شتري وامه هاي، بس امه هم شتريه، بس انا خليته جوا هاي طير، يعني شلون الدايه حولته جواهن. زين فروخن ماتت، وهذا اللاف همين ان شاء الله راح يكمل هاليومين. هذا هم فرخ الثاني وهذا هم فرخ الثالث، همين حتى ان شاء الله اصعد. هذا تيدي الليلياني شباب، اللي يريد يربي الليلياني طير صحيح، شوفوا ما شاء الله اللي يرغبهن ذني سعرهن 250,000 سعر نهائي، ما بيهن اي تعامل. خليتك صورة الهن ويتزليان على الخاص على الصفحة مال الفيسبوك على الواتساب بكيفه، يطب على الصفحة الثانية اللي دا انشر بيها الحمام الباكستاني الطيار، يتزليان اذا يريدهن. طيور خط طور طيبين ضمان من كل شيء، شكو طير يطلع من سطحه بي ضمان من كل شيء. هذا الزوج الثاني، هذا تيدي سخي، هاهم سعره 250,000 دينار. اللي يريدهن خليه يتواصل وياي وياخذن. طيور خط طول والله، اول فرختين ضمان، طيرهن مطار رجعهن علي. اعرض لكم هاي ثلاث زواج اليوم. هذا الزوج الثالث الله، هذا تي سخي جونسره، طيور من الاخير فول الفول والله. اللي ياخذن يتوفق بيهن ان شاء الله. هم سعرها 250، اللي يريدهن هاي ثلاث زواج تيادي، ذن تيادي يعني. هذا هم فرخ عندي راح اصعدها ان شاء الله هسه باكر، اي باكر عقبال اصعدني اذا الله اراد. خلنا نصعد على الفوق والله، الزجاج الله خبرت. هاي خبز مسويني للحمر شوية. هذا الفرخ شوفوا شباب، هذا شايل رقم تليفوني وقاصة جنحين، والله البارحة من جابوا لي هاي السنة اليوم المفروض انطيهن اكل انا بالليل يعني المغرب، اعطيتهن اكل وفيتامين من وقت على موده، على موده اعطيتهن اكل وفيتامين. غير الحمر شوية، بعدين الحمر يعني شباب. بعدين طبعا لان طواير، هاي طواير كلها ما اطلعها يعني ما بقي، او احتمال اجيب لها، لان هاي طواير كلها مو جلداتي، هاي كانت عندي فرخات وانطيتني الولد صاحبي وانطاني هاي الطواير ببلالهن، فكلهن مو جلدات، هاي طواير كلهن مو جلدات. يعني ما ابقيهن صراحة، واحتمال ابقيهن بحالة واحدة اذا جبت في حلة، اذا جبت في حلة ابقيهن حتى نطبقهن على الحلة. انا هم فقرة اذا في حلة ما تتعلم بعد ما تنزل جوا، لان تعرفون كانت جوا هاي الحلة المفروضة، اذا تتعلم على هذا المحطاط هنا، هذا ارقى محطاط لهن، محطاط العريض ما تقدر تسيطر بيه. بعدين عواشر نسل مالتهم، قاعد طنينا في شيء
ان شاء الله المقطع الجاي اليوم سويت لكم الحمور والتور، مقطع جاي للزواجل. هاي سالفة حبيت اسولف لكم اياها مال الفرخة مال هذا الفرخ الشكل، هذا شغلات تحرق قدام. هذا جهد حلو اللي صاده، ولك رقم تليفون ها عمي ورحم الله والديك، بدال الخمسة والله عشرة، قال لي خمسة تزيت العشرة كافي. هذا هي تشوف خطيه خلصان اروح والله عود هسه زين، كان فد مرة تعبان هسه عود زين. هاي اللي بقت من الفرخات بعد ما ضيع مال اخر يوم تقريبا ذني ثبتن، يعني هسه ما دا يضيع عن يعني الحمد لله دا طيرن اكثر من مرة دا يثبتن. ان شاء الله شباب لا تنسون عيون اشتركوا بالقناه، وبالقناه الجديده راح اخذ لكم الرابط باول تعليق انا بالتعليق المثبت، شوي تعبوا لي روحكم. طبوا على القناه الثانيه اشتركوا، طبوا على الانستغرام متابعه، على الصفحه مال فيسبوك بس كتبوا الحمام الباكستاني الطيار وسووا لها متابعه، لان دا انشر بيها هواي مقاطع وراح ابدا اسوي بثوث، يعني البث كله على الفيسبوك راح من وغاد اسويه، يعني ان شاء الله بعد بين يوم ويوم بس على الفيسبوك. فوياي همتكم وياي اليوم، هي ما شاء الله يعني الصفحه كلش قويه شباب، العالم بيها هوايه وتعليقات وتصعد وتواصلون وياي بيها ويراسلوني على الخاص مالتها، بس راح اسوي بثوث من نوغات كله على الصفحه هاي، بس تكتب على الفيسبوك الحمام الباكستاني الطيار، اعيد لكم اياها الحمام الباكستاني الطيار، وراح اسوي عليها مسابقه على الصفحه مال الفيسبوك شباب، راح اسوي لكم مسابقه اوزع لو زوج لو زوجين مستورد هالاسبوع، اذا صعدتوا ليها بعد وطبيتوا وتواصلتوا وياها مسوي لكم مسابقه ان شاء الله نجيب حمام اوزع لكم لو زوج لو زوجين، على اكثر زوجين، زوج ما تسوى زوجين اللي يعني ان شاء الله نفوز شخصين، زوج تيليتشينا وزوج الاخ ويا شوف شدي هم راح اوزع لكم. طبون على الفيسبوك شباب الحمام الباكستاني الطيار، تكتبون الحمام الباكستاني الطيار تابعوها وعلقوا لي على المنشورات من اشوف العدد زاد، امانة الله مسوي مسابقة محضر لكم اياها، وعلى الفيسبوك راح اسويهم وعلى اليوتيوب، انا انت دا يتأخر كلش المقطع حتى دا قصر بالنشراني، بس ما شاء الله الفيسبوك ماكو دقيقة نشر المقطع، ان شاء الله نشوف الطريقة المسابقة لو على عدد التعليقات اخلي يعني كل واحد يعلق 15 تعليق مثلا واحد يقاطعه، لو فد ما اعرف اسولكم لو قرعة نسوي شلون العام من سوينا قرعة سوي قرعة انتم باللي يناسبكم، طبوا علقوا على المنشور تلقون منشور مال المسابقة تلقون اخر منشور ناشر اني، علقوا عليه وتابعوا الصفحة حمام باكستان الطيار اسمها، وان شاء الله المسابقة عليها ان شاء الله هالاسبوع نربح لنا شخصين تستاهلون، ووقفتكم اني يمين ونستكم وياي ونست وياكم، وان شاء الله خير شباب. هذا الاشعل الاصفر ما عاجبني، هذا راح ابيعه مخلص، شبيك يا ولد هو حلو يخبل، شوف دراجي ووقفه ومعادل يمكن، بس ما بقي احتمال والله هذا. يلا شباب تحياتي لكم، طبوا لي على الفيسبوك عيوني.